بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هعمل لكم تعليقة، دي تالت تعليقة معانا من زينة رمضان، يا رب تعجبكم. كل اللي هنحتاجه معانا شريط ستان وفوم والسيليكون. انا مجهزة معايا هنا شكل الهلال علشان طبعا عملناه مع بعض اكتر من مرة. هنبدأ بس نقص الستان. هنقص ثلاث اطوال كده علشان نعمل الجزء اللي فيه النجوم وجزء فيه هلال ونجوم وجزء هندخل فيه شكل الفانوس، وهعمل الفانوس معاكم دلوقتي. هنجهز معانا بطرون النجمة، نعمل منها واحدة حجم كبير وثلاثة حجم أصغر. هنا كده عملنا النجمة. وجهزنا معانا الثلاث شرايط وركبناهم في الهلال. عشان نعمل هلال صغير هنجيب اي غطا مدور او اي حاجة مدورة معاكي، وهنعمل شكل الهلال وبالحجم اللي انتوا عايزينه. على حسب الحجم هتجيبي حاجة مدورة بنفس المقاس كده. بعد ما قصينا شكل الهلال كده هنبدأ بقى نركبهم. الفانوس ده علشان تعملوا الشكل انا هعمله برضو قدامكم. انت هتجيب من فوق كده بس دايرة بسيطة، ممكن ترسم على متني هيبقى افضل معاكي ويطلع كل اجزاءه متساوية مع بعض.
هنجيب ورقة كده ونتنيها من النص. هناخد بقى نص دايرة وهننزل بنصاص دوائر كده، تلات نصاص، وبعدين هنجيب حردة كده بسيطة ونجيبها في زاوية، بعدين هناخد نص دائرة برضو وننزل بالقاعدة بتاعت الفانوس من تحت، هنقصها هتطلع معانا بالشكل ده، وهتكون مفرغة معاكي في الورقة الأسهل ليكي. اعمليه ده شكلها النهائي، هتحطيه على ظهر الفوم وتبدأي تشفي الفانوس زي ما انت عاوزة، وعلى ظهر الفانوس هترسمي نجمة وهلال، وبالقطر أو المقص هنبدأ ان احنا نفرغهم. اي نجمة وهلال بقى انت هتظبطيها بايدك. هنبدأ نلزق الفانوس، كده يكون خلص معانا الشكل. بنعمل فوق بس تعليقة من الستان كده علشان نعلق من عليها التعليقة الجميلة دي. مسدس ورقة كده بقى شكلها النهائي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك وتفعيل الجرس وقولوا لي رأيكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.